على بعد بضع كيلومترات من مركز مدينة محافظة كربلاء، مكب للنفايات، مصدر رزق ومصدر أمراض مستعصية، قد تتطور إلى وفاة أناس يستنشقون دخانا فيحول وحشاءهم إلى رماد، كما تحولت حياتهم إلى تشرد وعوز وبطالة وفقر. ماكو فايدة يعني، يدرون بحالتنا ماكو، هسه كفيلك على ريدنا مسواق للبيت ماكو، سادين الطريق وكل شيء ماكو، نقعد من الشغل، هاي العائلة كلها على بالصناعة تبيع، لا سدة والصناعة كلها تقعد وتسكت. حناجر بحت أصواتها للحصول على رواتب أو ضمانات صحية، تحمي العاملين من أمراض تهدد حياتهم. الطفل الذي ضاعت أحلامه ليعيل عائلته وينتقد حكومة كانت سبباً بقتل براءته وسلب حقوقه وتحوله إلى مشرد يعيش وسط نفايات مميتة. أطلع ويا الودان، لقط القوافل، نبيعن بليبل فين يوميه، الأمراض أها، والله هاي الأمراض حلقة وزبالة، وجي الكبسات مالي الأمراض هنا يذيب. أطلع أنا الساعة بالستة وحل الساعة بالثلاثة يلا صالها لي. أبيع له بخمسطعش بعشرين الليف وراي ثمان جهال ومطلب لأربع ملايين والله وكيل. كان عندي رعاية بس ماسب عندي، ليش واحد ينكر عندي رعاية ماسب يعني يطني كل شهر 300 وساعة مطلب لي قبر ما لحق يعني وراي ثمان نفارات كله بدقدق قبر هذا ما لحق عليه. بخيرهم ما خيرون بعيشتهم عمه وعليا، عشرات العوائل موجودة بهذا المكان، الحكومة الكربلائية مكتوفة الأيدي في ظل هذه الأوضاع اللي يعيشها المواطن العراقي. الكورونا حصدت أرواحهم، والرائحة الكريهة والأمراض حصدت أرواحهم. اليوم المواطن العراقي ينتظر الفرج، هل من الحكومة أم هناك فرج آخر؟ لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.